السلام عليكم. الفيديو ده مهم جدا، الله يبارك لكم، ركزوا فيه، لان اهم من ان احنا ناكل الطفل ونشربه ان انا احافظ على حياته، وان انا اعرف ازاي اتصرف لو لا قدر الله اتعرضت لظرف طارئ مع الطفل، وده وارد يحصل مع اي حد مننا. ربنا يحفظكم جميعا ويحفظ اطفالكم، لان في اوقات الطوارئ دي ما بيبقاش في وقت اصلا ان انت تدوري على النت ولا تسألي دكتور ولا تسألي حد تقولي له اعمل ايه. في بعض حالات الموضوع بيبقى ثواني دقايق، محتاج تتصرفي بسرعة. فهتكلم على الاسعافات الاولية في كذا حاجة. هتكلم عن الاسعافات الحوالية في حالة الحروق، لو طفل اتحرق او طفل اتسمم اخد ادوية بجرعات سامة، او طفل اخد مادة كاوية، او طفل وقع اتخبط خبطة جامدة وقع على راسه. الاسعافات الاولية في حالة الحروق، لو لا قدر الله طفل اتحرق لاي سبب، نعمل ايه؟ اول واهم حاجه ان انت تاخدي المنطقه اللي فيها الحرق دي تحطيها تحت الميه، ميه من الحنفيه. افتحي الحنفيه على المنطقه المحروقه دي، سواء ايده رجله بطنه ظهره اي حاجه، افتحي الميه 10 دقائق ربع ساعه، الميه العاديه، ميه عاديه، ميه من الثلاجه لا، تلج ممنوع تماما لانه هيزود المشكله. خلاص كده، ميه من الحنفيه. طيب عايزه تاخدي خطوه اكبر من كده، لو انت من الناس اللي مهتمه اللي بيبقى عندها مرهم حروق في البيت، في مرهم حروق مثلا زي الدرمازين، في ناس بيبقى عندها في البيت شنطه للاسعافات الاوليه، بيبقى من ضمن الشنطه دي فيها كريم للحروق، من افضل الكريمات دي الدرمازين. لو عايزه تعملي حاجه اكتر من كده، هتجيبي الكريم الدرمازين وتدهني منه على مكان الحرق، وبيبقى موجود في شنطه الطوارئ دي شاش اسمه شاش فازلين. شاش فازلين، الشاش ده بيبقى محطوط عليه فازلين بحيث ان احنا لما نحطه على المنطقه بتاعه الحرق ما يلزقش فيها. ممنوع ميه من الثلاجه، وممنوع التلج خلاص، وممنوع معجون السنان. الدقيق او النشا، في ناس بتعمل كده، في ناس بتجيب دقيق او نشا، ممنوع. ولما نيجي نقول لهم ممنوع يقول لك بس هي يا دكتور لما بنحطها بتريح مكان الحرق. يا ست كل الموضوع مش موضوع ان احنا نريح وبس، مش قصه ان انا اريح وبس، ما انا لما بحط ايد الطفل تحت الميه ما هي بتريح، بس بتريح وبتفيد، لكن حاجه تانية ممكن تريح لكن هتضر فبلاش منها. خلاص كده، يبقى ده موضوع الحروق. وطبعا بعد كده بناخد الطفل نروح للدكتور بتاعه او للمستشفى على حسب بقى الحرق فين ومكانه ايه وايه وايه، بنتصرف ونتدخل ونقول هنعمل ايه. يبقى ده اول حاجه موضوع الحرق، قلت نعمل ايه وما نعملش ايه، الموضوع ده مهم ركزوا فيه. الادويه، التسمم بالادويه، الاطفال اللي يلاقوا دواء فياخد منه ايه شريط، يلاقي علبه فيها برشام يشربه كله، يلاقي ازازه دواء يشربها كلها، وهكذا. الحوادث دي نتصرف فيها ازاي؟ قبل ما نقول نتصرف ازاي، هنقول الأدوية يا جماعة عشان خاطر ولادكم ابعدوها عن متناول ايد الأطفال. معلش، في بيوت بيبقى فيها ناس بتاخد دواء بشكل مزمن، يعني مثلا حد في البيت عنده لا قدر الله السكر، او حد عنده الضغط، او حد عنده حاجة فبياخد الدواء ده كل يوم، ففي شنطة دواء فممكن ينساها هنا ولا هنا. معلش عشان خاطري، لو البيت فيه أطفال ركزوا في النقطة دي، ابعدوا الأدوية دي عن ايديهم، لان الوقايه هنا احسن من العلاج، لان العلاج ساعات بيبقى مؤلم جدا. لو طفل، طيب لو طفل يا دكتور خد دواء اعمل ايه؟ واحد، لازم بسرعه تروحي لاقرب مستشفى في اقل من ساعتين. طب ليه ساعتين؟ عشان هنعمل غسيل معده، نخرج كل اللي في بطنه ده اهو بغسيل المعده. لو عملنا ده هنبقى خرجنا جزء كبير جدا منه. طب لو اتاخرنا عن ساعتين، للاسف هيبقى جزء كبير من الحاجات اللي الطفل اخدها دي هتبقى نزلت من المعده ومش هنعرف نجيبها، وكده هتبقى راحت للدم، واحنا بقى ونصيبنا الحاجه اللي الطفل خدها دي عباره عن ايه ومشاكلها ايه. ساعات بيبقى الحاجه اللي الطفل خدها دي السميه بتاعتها مش عاليه، يعني ادويه بنقول عليها السيفتي مارجن بتاعها او معدل الامان بتاعها عالي، فساعتها بنبقى متوقعين ان الطفل مش هيتضرر لان الماده دي سميتها مش عاليه، بنسيب الطفل معانا يقعد معانا تحت الملاحظه. طبعا احنا بنبقى عارفين ايه اعراض التسمم بالماده دي وبنتصرف معاه وبنسيبه تحت المتابعه يوم واتنين ويروح. لكن عندنا مواد تانية شديده الخطوره وشديده السميه وبتؤدي للوفاه فعلا، خدوا بالكم. والمواد دي بقى بتتقسم لنوعين، نوع منهم بيبقى ليه انتيدوت، يعني بيبقى ليه مضاد اديه، يعني كانه سم كده فندي مضاد للسم ده، زي مثلا طفل بلع سم فران، اكل سم فران، حصلت كتير. سم الفران ده ليه انتيدوت، يعني ليه حقن عندنا احنا بنديها عشان نعادل السم ده او نعالج السم ده. والنوع ده من الحاجات دي بيبقى حظنا حلو، احنا عندنا انتيدوت هنديه نعالج بيه خلاص نمنع السم. عندنا بقى حاجات تانية ملهاش انتيدوت، يعني ملهاش مضاد، السم ده ملوش مضاد او الدواء اللي خده ملوش مضاد.
ده بقى بيبقى احنا بقى ونصيبنا. يعني في مثلا بعض الادويه، ادويه القلب مثلا، طفل خد جرعات كبيره، بلع بقى كميات مهوله، وانا ما عنديش انتي دوت للماده دي، للدواء ده ما عنديش ليه انتي دوت، ما اخترقناهوش لسه، ما نعرفوش اصلا. فالطفل بقى يحصل له مشاكل في القلب، ويحجزه في العنايه ويفضل معانا كذا يوم، واطفال حصل على فكره دخلوا في غيبوبه، واطفال اتوفوا، وشغلانه ما يعلم بيها الا ربنا. فانا عايز اقول ايه، هقول تاني نقطتين. كل الادويه حتى ادويه الاطفال، كل الادويه اتاكدوا دايما انها بعيد عن ايد الاطفال تماما. طيب لو طفلي بالخطا يا دكتور خد دواء، اعمل ايه؟ اول حاجه لازم في اول ساعتين تاخد الطفل وتطلعي تجري على المستشفى، عشان في اول ساعتين كل ما كنا بدري كل ما هنعمل غسيل معده، نخرج اكبر كميه ممكنه من الحاجات اللي الطفل بلعها. طب بعد غسيل المعده هيحصل ايه؟ بعد كده الدكاتره هم اللي هيتصرفوا، انا هعرف بقى. وخدي معاكي وانت راحه الدواء اللي الطفل خده، ده مهم، لان ساعات برضو ايه، حصلت مره كنت في الطوارئ والام جايه شايله الطفل، حق يا دكتور الطفل خد دواء مش عارف ايه. طب ايه الدواء يا ماما اللي الطفل خده؟ ما اعرفش والله، هي علبه لونها مش، يا ستي قولي لنا عشان نعرف ده ايه، عشان نعرف نتعامل مع الطفل، عشان نعرف ده ايه. فخدي العلبه او العبوه اللي فيها الدواء وروحي على المستشفى بسرعه، هيعملوا له غسيل معده، قولي له خد العبوه دي يا دكتور. ولو انت كنت عارفه العبوه دي كان فيها قد ايه يبقى كتر خيرك. يعني العبوه دي مثلا فيها 5 تقراص، 10 تقراس، 20، او ازازه الدواء دي كانت مليانه كلها او مليانه نصها، لو عارفه المعلومه دي يبقى هايل. تروحي هنعمل غسيل معده لو لحقناه في اول ساعتين، وعلى حسب نوع الدواء ده سميته شكلها ايه هنقول لحضرتك، سواء الولد هيقعد معانا تحت الملاحظه، او الكميه اللي خدها كميه قليله ما فيش منها مشاكل هنقول لك روحي، او الولد ده حالته خطيره، او اللي خده ده ليه انتي دوت، ليه ماده نديها مضاده ليه، هنتصرف احنا بقى. لكن دي حاله بالمناسبه والله العظيم بنشوف اطفال بيصعبوا علينا. وبقى في نقطه تانية بقى، ساعات للاسف الطفل ياخد الدواء يشربه ومحدش يكتشف، محدش ياخد باله، الام او الاب فجاه يلاقوا الطفل ده نايم في الارض فاقد الوعي مثلا، مغمى عليه او بيتشنج او للاسف، فيكتشفوا ان في دواء او ادويه مفتوحه والطفل خدها وهم مش واخدين بالهم، فيبقى الطفل ده جاي لك متاخر جدا بعد الطفل ده ما الدواء اللي خده ده امتص وحصل له تسمم والاعراض دي ظهرت على الطفل. وهنا بقى الموضوع بيبقى كارثه جدا بقى، يعني انت وحظك بقى. لو الدواء ده من الحاجات اللي ليه انتي دوت يبقى ربنا رحيم، هندي الانتي دوت والدنيا ان شاء الله تمشي وربنا كريم. لكن لو ملوش انتي دوت والدواء ده كان خطير وحصل تسمم، يبقى كده الموضوع بقى في ايد ربنا. يعني يبقى دي الحاله الثانيه. طيب نقطه مهمه بقى، من ضمن الحاجات اللي الاطفال بيشربوها بعض المواد بنقول عليها المواد الطياره. يعني ايه؟ زي الكيروسين اللي هو الجاز، بنقول عليه في مصر الجاز، وزي البنزين، وزي التنر، الثلاث حاجات اللي هم ايه شبه الحاجات دي اللي هي الوقود او المنظفات. لو طفلك شرب ساعات بعض الناس لسبب مجهول كده مش عارف ايه هو، يحطوا الحاجات دي في ازايز شبه ازايز الميه، وتبقى محطوطه في حته كده في البيت، فالطفل يجي يفكر ان دي ميه، يشرب يلاقي ده ايه، جاز، تنر، بنزين. بتحصل في الحالة دي، اوعي تخلي الطفل يرجع، لان برضو ايه شفنا الحالات دي، طفل شرب بنزين فيروح حد يقولها ايه، حطي اصبعك في بقه عشان يرجع. انت لو عملتي كده هتبقي عملتي كارثة، اوعي تعملي كده. لو الطفل شرب مادة كاوية او مادة طيارة، يعني شرب مثلا بوتاس مادة كاوية، اوعي تخليه يرجع. شرب بنزين، تينر، جاز، اوعي تخليه يرجع، ما تخليهوش يرجع، تاخديه وتروحي المستشفى. ليه؟ لان الطفل ده لو رجع، اللي هيرجعه ده جزء منه هيدخل في الحنجرة وهيدخل لمجرى التنفس، وهتبقى مأساة. يعني بدل ما كان العلاج بقى سهل، لا ده بقى ده فيلم. فالمواد الكاوية، كمان المواد الكاوية، لو بوتاس مثلا والطفل نزل المعدة، انا مش عايز ارجع المادة الكاوية دي تاني بقى، ارجع اللي نزل اتحرق فانا اروح حرقه تاني، لا. التصرف ساعتها بيبقى ايه؟ اجري على المستشفى وهم اللي هيتصرفوا. احنا بنتصرف بناء على كل مادة، ما تشغلوش بالكم احنا هنعمل ايه، اجري على المستشفى، لكن ما تخليش الطفل يرجع. لكن الادويه احنا كدكاتره لما الطفل بيجي لنا اللي بنعمل له غسيل معده، بندخل انبوبه معينه توصل لحد المعده، وبنحقن حاجات معينه من ضمنها حاجه اسمها فحم نشط عشان يمص كل الادويه والسموم اللي في المعده، وبنخرج نشفط كل حاجه موجوده في المعده بتاعه الطفل ده عشان نخرجها. خلاص، فنقطه البنزين والجاز والتينر والحاجات دي اهم حاجه، ما تخليش الطفل يرجع وروحي المستشفى بسرعه. القصه اللي بعد كده ايه؟ طفلي يا دكتور اتخبط في راسه، او وقع من على السرير، او اتخبط في الحيطه، او يعني الخبطات والوقعات بتاعه الراس وارتجاج المخ والقصه اللي احنا فيها دي. طفل لسه مثلا عنده 4-5 شهور والام منايمه على السرير،
يروح مقلوب متقلب واقع من على السرير على دماغه. طفل لسه بيحبي او لسه بيتعلم المشي يروح ماشيله خطوتين متكعبل في حاجه مخبوطه على دماغه. طفل امه جايبه له المشايه اللي احنا قلنا 100 مره المشايه ممنوعه يا جدعان لما صوتنا راح، والولع عمال يزق المشايه يروح متكعبل واقع من على السلم. الكلام العظيم اللي انتوا عارفينه ده. طيب امتى خاف وامتى ما خافش، او ايه اللي علامات اللي لما اشوفها اعرف ان لا الموضوع يقلق ولازم اجري بسرعه؟ لو طفل اتخبط في راسه او وقع على راسه، لو حصل كدمه او تورم في الراس، كدمه او تورم او ورم حوالين عينه، او كدمه جامده في اي مكان تاني من جسمه، ايده رجله بتاع كدمه ورم، لازم تروحي للمستشفى، مفيش فيها كلام خلاص. لان كدمه وتورم ممكن يكون في كسر في المنطقه دي، فنفحص بقى هنا، لازم نفحص، ما تقعديش في البيت خلاص. طفل اتخبط وسنته اتكسرت مثلا، لازم تروح المستشفى خلاص. الحاجه الثالثه، طفل اتخبط في راسه وفي نزيف من اي مكان، يعني جرح نفسه بينزف، او دم بينزل من الاذن، او حاجه شبه الميه بتنزل من ودانه او من مناخيره او من بقه، خلاص لازم تروح المستشفى. طيب ايه كمان علامات حدوث ارتجاج المخ؟ يعني ايه ارتجاج المخ؟ الطفل لو اتخبط خبطه جامده قوي، المخ نفسه، المخ ده حاجه طريه وحواليه اغلفه بتحميه، المخ نفسه بيترج جامد، يتخبط في العظام، في العظم بتاع الجمجمه. لو الموضوع ده حصل جامد قوي نتيجه الرجه الجامده والخبطه بتاعه المخ نفسه، المخ ده بيحصل فيه تورم، ارتشاح، يضغط عليه، وده بيبقى ليه اعراض. ايه الاعراض دي؟ ان الطفل لما يتخبط الخبطه او يقع يفقد الوعي حتى ولو لثواني. يعني الام تقول يا دكتور انا لما رحت لقيت الطفل ايه، مش واعي، انا فوقته. لكن طفل اتخبط وصاحي واعي بيعيط، ما فقدش الوعي، دي علامه كويسه. لكن فقد الوعي وانت لازم تصحيه، انت لازم تفوقيه، لا، دي علامه من علامات ارتجاج المخ، روح المستشفى بسرعه. الطفل بعد الخبطه او الوقعه بدا يرجع، واحنا بنقول على الترجيع ده ترجيع اندفاعي. يعني ايه ترجيع اندفاعي؟ يعني الطفل يعمل كده ويجيب بقى ايه من بقه لقدام لمسافه. يعني الطفل مش بيسيل، مش بيرجع جنب بقه، لا، بيرجع بقى من جوه، ترجيع باندفاع كده. طفل بيرجع ترجيع اندفاعي بعد خبطه في الراس او بعد وقعه، تجري على المستشفى. طفل فقد الوعي، تجري على المستشفى. طفل لا قدر الله بعدها بدا يتشنج، تجري على المستشفى. طفل لا قدر الله درجه وعيه بقت مش طبيعيه، يعني الطفل ايه مداروخ كده، تروحي المستشفى خلاص. الناس بقى اللي بتكسل، اللي هو الطفل ايه وقع من على السرير، فالولا رجع له مره ولا حاجه، فتقول لك ده رجع مره عادي، ايه المشكله، فسيبه، او اتصل بالدكتور، النبي يا دكتور اروح. طيب حاضر ماشي، وانت كسلتي وما رحتوش، طلع الولا لا قدر الله عنده ارتجاج في المخ ولا نزيف في المخ، هيروح فيها الولا، هيروح فيها، راح، ها حلو، ينفع؟ فمعلش بقى، يعني يا جماعه، يعني نقدر يعني نراعي ما بين الفرق ما بين ان طفل مثلا عنده رشح مثلا ولا زكام، وما بين طفل ممكن يكون عنده نزيف في المخ. يعني لازم يكون عندنا وعي، احنا ممكن نسال امتى او نسكت امتى او نصبر امتى، وامتى نطلع نجري على جاري، مفيش هزار بقى يا جدعان، ومفيش كسل هنا بقى. يعني فطفلك وقع او اتخبط، العلامات اهي انا قلتها لك، هزود على دول بقى، اي طفل يتخبط في راسه او يقع على راسه خبطه محترمه عمره اقل من 6 شهور، حتى لو ما ظهرش عليه حاجه من الحاجات دي، الافضل انه يروح لدكتور يبص عليه. اشمعنى العيال اللي تحت 6 شهور؟ العيال دول الاوعيه الدمويه بتاعتهم بتبقى لسه ضعيفه جدا، لدرجه ان احنا بنقول لكم ساعات بلاش تهزوا العيال دي جامد. تخيلوا احنا بنخاف على العيال دي من الهز، لا يعمل لهم نزيف في المخ. فتخيل بقى طفل في العمر ده اتخبط او وقع وقعه محترمه، فتحت 6 شهور حتى لو ما حصلش الحاجات دي، الافضل انك تروحي للدكتور بتاعه يبص عليه، او تروحي للمستشفى يبصوا عليه خلاص.